شنو المقرب اللي تمشوه معنا فيديو لحدك ما تقول واو بين ديب بدي اعودك شنو القناه اللي نص اله 300 مشترك اضغط لايك نص اله اول على اللايكات ولا ديب فيديو انا مش هاد ماي بتنزل من فوق تنزل جوا كوبايه واو دي تنظف القطر بتنظفه دي بتنظف الكيبورد بحط ماده نسيجه تلزق عشان حتى الوسخ اللي فيه واو دي بتمشي فيها رقباها تبي فايدتها بقى ما تمشي عكس مش عارف فايدتها دي شكل بي حلزوني بتنططه دي مريحة زجاج زي الجزاز كده هو النازل اللي انت بتشوفه من فوق يا عمارة فوق دي بتعمل ليزر بتنضف الليزر واو تنظف دي مريحة برضو بالصين حد كلها بالصين دي مريحة برضو بص تزحلق عليها في مروحة بتعمل بتاع ازاي مروحة تحتيها تخلي بتاع تلف وكأنه بيجري أكنه بيجري على طول كل ما يرفعها لفوق بيعمل شكل بص كل ما يرفعها لفوق دي بتشيل الدرة بنضرب الشيلات واو مثلا واحدة فرتها بيدو لا دي بالآلة دي بيعمل شكل دائرية ولكنه برجع يعملها بيدي بيعملها بيدي دي اسمه بالونة بالونة واو دي بيربط المسمار بيربطه بالحبل بدل المفتاح تعمل حبل على ليك بروح شادله وتروح لها ايه دي بقى عشان دي السكانين عملها بدي بتروح ثابتة على طول عملها بتروح ثابتة على طول دي بدق المسمار في الحيطة ايه المسمار ده كله ايه المسمار ده كله واو عمال ياخد فيهم دي حمام بطانية عامل شكل فاكر ولا تنشف هيكون عامل زي جدار بوابة زي جدار صور دي بالونة برضو في ناس بتخش جواها مش عارف ازاي دي بترص الكوبايات بترصهم واو بص بترصهم ازاي دي بتلف دي يويو ولا ايه دي بتاعها بس دي مرة سهلة دي بنزل المية بنزل ازاي اكنها دوامة اكنها دوامة جوا بتاعت الفلتر دي بيرسم على الحيطة بس التنين واو دي فستانيين دي برضو بيرسم على ورق الصغير بيرسم عليه واو شكلك هيكسب شكل عامل ازاي هشوفك شكل عامل ازاي واو شكل انسان انسان واو دي برضو عامل زي الاندومي دي عامل زي الاندومي برضو واو دي برضو بيقطع الوان ولا سنايب ودي مادة نطاطية دي مسامير عشان دي تسبك مش تتخلع خالص دي بحطه في الآلات عشان مش تتخلع ولا تتكسر واو دي بينض بسمير بيقشرها بيقشرها واو دي برضو بيرسم على الأرض تعمل متعسكر صحي واو عمل وردة عمل وردة دي خرز جوا الحبال خرز واو دي خرزها بيعمل بتاع مخروب على طول بتاع مخروب على طول واو بص فسخ على طول بعد ما خرجها راح نفسخها على طول واو دي بيعمل الشعر ويلفوا الشوك بتاعت الطعام الصينية واو انا عملت عامل ازاي يعني مرة مش عارفين ليه مش عارفين واو عامل ازاي كل الاشتراك.